بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض الآن كيفية إدراج ملف الترجمة وإرفاقه في الواجب. نذهب أولا إلى الشعبة التدريبية، ثم بعد ذلك نذهب إلى الواجب المراد إرفاق الترجمة وملف الترجمة فيه، ثم نذهب نضغط على كلمة Begin. نتبع التعليمات الموجودة في هذا الواجب، وذلك بالذهاب إلى Browse My Computer، ضغط عليه مرة واحدة، ثم اختيار ملف الترجمة والضغط بعد ذلك على كلمة Open أو افتح أو فتح. ثم بعد إرفاق الملف في الواجب نضغط على كلمة Save and Submit، ثم نضغط على كلمة موافق. بهذا نكون قد أنهينا إرفاق ملف الترجمة في الواجب رقم 5، وهكذا نفعل في بقية الواجبات. شكرا لكم.